خلونا في ديما في اطار ديال يعني مع فريق الرجاء تكلمتي ولكن خاصك تعرف واحد الحاجه، راه اول عرض واول اجتماع كان عندي مع قبل من اي فريق ما كان عندي مع الرجاء. هذا هو السؤال ديال هذا. شوف راه اول جلسه كانت عندي على قبل اللعابه، قبل من الوداد، قبل من كاع الفرق الاخرين، كانت هي الرجاء. ولكن في اطار العلاقه مع الرجاء هناك حلقه مفقوده. هشام إتمنك يقول بأن الرجاء وافقوا على العرض ديال بدر بانون. سي جواد الزيات دابا شوف شوف انا دابا جواد تلاقيت مع هذيك النار قال لي الله يخليك سيغتين شوز اللي اوف خصهم يبقاو اوف. دابا انا نقول واحد الحاجه، ما حد جواد الزيات ما عاودش دق عليا اون دوزيام فوا ما نهضرش. نهار يدق عليا اون دوزيام فوا انا نقولها لك واحد الحاجه، اي حاجه بغيتي تسولها جي عندي غتلقى عندي. سي جواد الزيات في البرنامج قال ان ما يمكنش ما يقبلش انه يبيع 10% من عمري ما بعدا ما عمري ما طلبت لي 10%. انا غير ما عمري ما طلبت لي لا 10 لا 20 لا 50، انا طلبت 100%. انا طلبت 100% باش نتفاهموا. ما عمري ما طلبت لي لا باش نكونوا بعدا مأكدين، ما عمري ما طلبت 10%، انا كنطلب ديما 100%. هو كيقول ولو 10% ما يمكنش يبيع العقد ديال بدر بانون الفريق هاوي. هذا كلام جاء في برنامج واش هذا قال لك انت في هذا البرنامج؟ قال لك هو في هذا البرنامج. في هذا البرنامج نقدر نقول لك حاجه وحده سهله. شنو كذوب هذا؟ الا قال لك ما عمره ما قبل كذب. اشنو هي الحقيقه؟ قلت لك الا قلت لك شنو هو قلت لك راه كذوب. دونك الحقيقه انه لو برينسيپ ديال نشريو لهم ان جوار ونبيعوا يبيعوا لنا ان جوار ايتي اكسبتي في لا نيغوسياسيون. راه يافي دي بورسنتاج اللي ما كناش متفقين عليهم. Et il y a une pression ensuite populaire qui a fait que Jawad a fait un pas en arrière, que je comprends. Les maquoula. Annahu bach ma'amara matfaoudna ou la hadi ou la hada, qu'adan goulik kdoub. Annahu, l'imkin kdoub choué qasha, angoulik, ando une confusion, bach ma'angoulouch kdoub. Hait kdoub, ça veut dire que c'est prémédité. Imkin anna gangoul, annahu mabqash aqil mziyan. Wach ma kaddonch, anna... نشوف هاد الطرح ديال ان بدر بانون كان غيكون العقد ديالو عند شباب المحمديه وغيبقى راه خاصو بعدا بدر بانون باش يكون نعم. عنده راه خاصو بعدا الفريق يقبل ومن بعد اللعاب يقبل. راه حنا مازال ما اون با فرانشي لا بروميير ايتاب باش نوصلوا للعاب. لا غير هو لاعب بهاد المؤهلات واش ما كيشوفش هشام يتمنى انه خصو يكون في ايتاب يعني انه يطور راسو انه يكون عنده عقد افضل مثلا عقد احترافي على انه يرجع يكون عنده عقد مع فريق رغم انه غيبقى يلعب في الرجاء. ولكن ملي غيجي مثلا فريق غيبغي يشري بدر بانون غيلقى العقد ديالو عند فريق المحمدي اللي هو في يعني حاليا مازال في الهوات. كنسمع المحمدي عنده تاريخ ولكن ولكن راه كيلعب في واحد النيفو طبيعي انه شنو المشكل. ولكن ملي غيجي نيغوسي يلقى يعني العقد ديال بدر بانون عميد المنتخب المحلي فعند فريق في الهوات هنا كيطرح تساؤل ربما الاسهم ديال اللاعب غادا تنزل. اذا انا كنضيع راسي فاش اذا غير نضيع راسي ما نضيعش اللاعب حيت الاسهم عندي انا على هذا الحساب. اذا مشيت معك في هذا اللوجيك ديالك لو سول بيردون هو الكلوب. ولكن انت اللاعب لان القيمه ديالو ما كتكون ما كتبقاش كما القيمه مع الاحترام مع يعني التاريخ ديال المحمديه. ولكن عقد عند فريق الرجاء الرياضي ولاعب دولي ماشي هو العقد عند شباب المحمديه. بالنسبه لكم وبالنسبه لك بالنسبه لي انا شباب جيب احسن من كاع الفرق.